يقول السائل: يقوم بعض الأشخاص بتعطيل مقياس صرف الكهرباء الموجود في منازلهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ يقوم بعض الأشخاص بتعطيل مقياس صرف الكهرباء الموجود في بيوتهم، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه الكهرباء هذه للشركة، ملك للشركة، فإذا غيرت فيها شيئا يعطل بيان الصرفية، يعطل بيان مقدار الصرفية التي تجب عليك للشركة، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك هذا العمل، لازم تدفع الصرفية كاملة، لأنها حق لهم، أنت استفدت من هذه الكهرباء فلا بد أن تدفع مقابلها وثمنها. نعم.